السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع كان منتظر سنة وشيعة حدوث مناظرة بين وليد إسماعيل وأمير القرش، وبالأخص أن وليد إسماعيل قبل شروط أمير القرش، ولكن الجميع تفاجأ بأمير القرش يقول لا، ليس هناك مناظرة. لماذا ليس هناك مناظرة؟ لأن وليد إسماعيل إرهابي. الله، ومش أنت اللي قبلت المناظرة وقلت الشروط وليد إسماعيل وافق على الشروط، الآن تقول وليد إسماعيل يتهرب، بماذا أتهرب وأنا وافقت على الشروط؟ ثم رجع وقال أصل وليد إسماعيل إرهابي. سبحان الله، هو أنت لما حطيت الشروط ديت ما كنت تعلم أني إرهابي مثلا؟ يعني ما كنت تعلم أني إرهابي، وبعد ما وضعت الشروط ووافقت على الشروط اتضح لك أني إرهابي؟ سبحان الله. ولكن ما هي إلا معوقات حتى لا تحدث مناظرة بيني وبين أمير القرش؟ سبحان الله. طبعا كلامي ده لكل إنسان عاقل من أهل السنة الجماعة ومن الشيعة. لماذا وضع الشروط؟ وعندما وافقت على الشروط قال وليد إسماعيل إرهابي ولا أناظر إرهابي. طب ما كان ابتداء ما تضع الشروط وخلاص، كنت قلت إن وليد إسماعيل إرهابي ويعني ما تضع الشروط، لكن بعد ما وضعت الشروط وأنا وافقت على الشروط ظهر لك أن وليد إسماعيل إرهابي. سبحان الله، ومن أين الإرهاب؟ وإزاي أنا إرهاب ولسه موجود في مصر وبمشي ما بين الناس والكلام ده كله؟ فالله المستعان. ولكن هي حجج باطلة أصبح يعلمها الشيعي قبل السني للهروب من مناظرة وليد إسماعيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.